ضربني انا ملي دفعني على البيش خرج البيش وخرج هو توجي بهذيك الطونوبيل وضربت الطونوبيل الاخرى وقلب الدريه تقلب الدريه راه معترف عندها ومعترف امها معترف رجليها هادشي اللي غنقول لك عطا الله والثقه هو كان غادي بسرعه كان غادي بسرعه ديال شحال كان غادي يعني تقريبا السرعه اللي كان غادي بها العلم لله انا كنت جايب 80 ديالي 70 هو راه جاب واحد الافاعقه راه الضربه ديال السرعه هذه ما نكذبش عليك شحال ديال الحمد لله ما كاينينش خسائر بشريه الحمد لله نعم خسائر في الارواح ما كاينينش ما كاين حتى حاجه والله الحمد لله بعد على سلامتكم كانوا راكبين معاك في التقوى ها كانوا راكبين معاك في التقوى على والو التوبيه كان على خير حيت ضربني في الجبد ودابا الله غيوقع تكلم مطلق هذا هو اللي تنقول للانسان ديما بان يمشي هاد الشويه الحمد لله غير ملي كتفوت الصحه كلشي كيتعوض اما الحديد اللي يتعوض كلشي كيتعوض اخويا اما مسألة ديال السرعه هي اللي سواء حدا ما كاينين شي ناس شويه متهورين الله يهديهم تيجريو بزاف تيجريو حتى الناس الدراري ديال الصغار هادو تيجري بعرش العواقب ديال الجري اش واقع اش غادي يكون من هنا لقدام الانسان ديما يدير قدام ديالو حاجه اللي خايبه باش يمشي بشويه ما يبقاش الانسان غادي جاي غادي تيجري وتيجري بواحد السرعه فائقه لان السرعه سببها كارثه يقدر يموت فيها بنادم يقدر يفقد الاسره ديالو وبزاف ديال الحوايج بالاخص السائق يعني عنده واحد المسؤوليه كبيره انه كيسوق المشكل هذا زعيم الله هاد الناس هادو خصو ديما يتمشى الانسان بشويه احنا كنا غادي نورمالمون بين يدي 5 دقائق ولا 10 يدي 15 دقيقه ويوصل للامان احسن ليه واحسن للناس واحسن لاي واحد دابا بلا شكون اللي واقع دابا
يا رب مش هتنسي بينهم خدوا في البيت.